السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس الفقه الميسر. إن شاء الله النهاردة هنتكلم وهنكمل من يباح لهم الفطر في رمضان. إحنا في الدرس الماضي تكلمنا عن من يباح لهم الفطر في رمضان وتكلمنا عن المريض. النهاردة هنتكلم عن المسافر. يباح للمسافر الفطر في رمضان حتى لو قوي على الصيام وعليه القضاء متى استطاع. يعني لو إني إنسان مسافر وهو يقوى على الصيام، دي رخصة من ربنا سبحانه وتعالى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لو قوي على الصيام عليه الإيه؟ القضاء. يعني هو أفطر في رمضان فعليه القضاء، يعني بعد ما يخلص رمضان يرجع يصوم الأيام اللي هو أفطرها. متى استطاع؟ يعني في الوقت اللي هو يستطيع إن هو يقضيه بعد ما ينتهي مين؟ بعد ما ينتهي رمضان. إذا صام، يعني لو واحد مسافر وصام صح صومه بالإجماع، الصيام بتاعه إيه؟ صحيح، يبقى الرخصة دي لو أنت أخدت بها وأنت حتى تقوى على الصيام فأنت ما فيش عندك مشكلة ويباح لك، وأنت تقضيها بعد ما يخلص مين؟ بعد ما يخلص رمضان. طب لو أنت صمت الصيام بتاعك صحيح بالإجماع. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا، مريضا اللي احنا شرحناها في المرض، في انواع المرض اللي يجوز فيها الايه الفطر في الدرس الماضي، او الانسان المسافر فعدة من ايام اخر، يعني متى استطاع بعد رمضان ان هو يقضي مين هذه الايام. وحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني الصحابة كانوا بيسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم مجموعة بتفطر ومجموعة بتصوم. من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب صائم على مفطر ولا مفطر على صائم، فدي كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير منه للاثنين، إن إنسان أفطر أو إنسان صام وهو مسافر فده بالنسبة له إيه؟ الصوم بتاعه صحيح، أو الرخصة إن هو أخذ بالرخصة في مسألة الفطر برضه إن هو بيرجع يصوم الأيام دي تاني بعد رمضان. وحديث: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. إن أنت النبي صلى الله عليه وسلم أباح لك إن أنت لو أنت عايز إن أنت تصوم صوم، ولو أنت عايز إن أنت تفطر فتفطر. الإنسان المسافر يباح له الفطر في رمضان حتى لو قوي على الصيام وعليه إيه؟ وعليه القضاء، وإذا صام صح إيه؟ صومه بالإجماع. والصوم أفضل من الفطر لمن قوي عليه وأطاقه بلا مشقة ولا ضرر، وإن تضرر فالفطر أولى. خلي بالك إحنا دلوقتي في السفر بيكون عندنا مسألة السفر فيها ممكن يكون سفر مريح. إنسان ممكن النهاردة يروح مسافة طويلة جدا وبقى راكب الطيارة أو راكب سيارة أو كده، والأمر ده بيكون فيه سهولة، ففي الحالة دي الصوم يكون أفضل له وهو قوي على مين؟ قوي عليه وأطاقه بلا مشقة ولا ضرر. طب إنت ضرر؟ كان في السفر ده في مشقة كان في ضرر، فيكون الفطر إيه؟ فيكون الفطر أولى، وأخذ الرخصة في الحالة دي يكون إيه؟ يكون أولى. إيه هي مسافة السفر؟ مسافة السفر هي إيه؟ اللي تخليني إن أنا أفطر في رمضان وإن أنا أخذ الرخصة دي. يرجع إلى العرف. يعني إيه يرجع إلى العرف؟ يعني ما عد سفر فهو سفر، لأن زي ما قلت لك السفر دلوقتي مختلف. في سفر النهاردة ممكن يكون مسافر من بلد لبلد وياخد وقت بسيط جدا يروح من بلد لبلد، وممكن يكون في مقدار معين من السفر ويكون في مشق، فالأمر يرجع إليه إلى العرف. فما أعده العرف سفرا فهو مسافر. يعني الحاجة دي الوقت أو المسافة اللي هو هيروحها دي، ده في الحالة دي بنقول ده مسافر، خلاص ده يعد إيه؟ سفر، يبيح له الإيه؟ يبيح له الفطر. عندنا من يباح لهم الفطر أيضا في رمضان هي الحامل والمرضع. يبقى احنا كده خلصنا المسافر، عندنا دلوقتي تالت قسم من الأقسام اللي هي الحامل والمرضع. لو امرأة حامل أو بترضع وخافت على نفسها أو على ابنها اللي هو الرضيع أفطرتا وعليهما القضاء عند الاستطاعة. يبقى الواحدة الحامل يجوز لها ان هي ايه تفطر لو خافت على نفسها او على مين؟ على الجنين اللي في بطنها. والواحدة المرضع لو خافت على نفسها او على ابنها اللي هو الرضيع بتفطر، بس عليها القضاء. عليها الايه؟ القضاء عند الاستطاعة. عند الاستطاعة دي معناها ايه؟ ان ممكن واحدة تكون مثلا حملت وبعد كده ولدت فعدى سنة، والسنة الثانية بعد كده دولن سنتين، يعني 60 يوم، ممكن تفطر رمضان الأولاني ورمضان الثاني، يبقى كده كام؟ 60 يوم عليها. فطبعا
في الحالة دي هيبقى صعب ان هي تجيب مثلا الستين يوم دولا في مقدار وقت معين. ففي الحالة دي ايه؟ في مسألة الاستطاعة دي اللي هي بتصوم على قد الاستطاعة بتاعتها، حتى لو الايام دي فضل بعد رمضان اللي بعده او اللي بعده سنين، ان هي بتستطيع ان هي ايه؟ ان هي متى استطاعت ان هي تقضي الايام دي فتقضيها. يبقى إذا خافت المرأة الحامل أو المرضع على نفسه أو على ولديها أفطرتا عليهما القضاء عند الإيه؟ عند الاستطاعة. برضو عندي من الأعذار المبيحة اللي هو الحيض والنفاس. الحيض العذر الشرعي اللي بيأتي للمرأة، وده برضو بيبوح الإيه؟ بيبوح الفطر. والنفاس اللي هي مسألة الولادة، الحاجتين دولا منهم الايه؟ منهم الفطر، ويباح لهم الفطر في رمضان ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس. لو نزل حيض أو المرأة ولدت ونزل دم النفاس قبل غروب الشمس بلحظة واحدة أفطرته بإجماع الفقهاء وعليهم القضاء بعد رمضان. يبقى خلي بالك السفر، خلي بالك من المرض، الحامل والمرضع، الحيض والنفاس، كلهم عليهم ايه؟ كلهم عليهم القضاء بعد ايه؟ بعد رمضان، وعليهم القضاء بعد رمضان. اذا طهرت الحائض او النفساء قبل الفجر تصوم حتى لو تاخر الغسل بعد ايه؟ بعد الفجر. لو المراه طهرت من الحيض او النفاس ولم تغتسل الا بعد الفجر، ففي الحاله دي الصوم بتاعها صحيح، يعني هي تصوم حتى لو تاخر من الغسل بعد الايه؟ بعد الفجر. وده عامل برضو زي مين؟ زي الانسان الذي جامع زوجته ولم يغتسل حتى ايه؟ حتى اتى الفجر، ففي الحاله دي الصوم بتاعه صحيح، ولكن ان هو حتى لو اخر مين؟ لو اخر الغسل بعد مين؟ بعد صلاه الفجر او بعد الفجر. عندي اذا طهرت الحائض اثناء النهار فلا تصوم باقي اليوم. في نساء لما تطهر في اثناء النهار تيجي في وقت النهار اللي هي طهرت فيه فتقول انا همسك، يعني هصوم باقي مين؟ باقي اليوم. يبقى عندي هنا النهارده من يباح لهم الفطر في رمضان؟ المسافر، عند الحامل والمرضع، عند الحيض والايه؟ والنفاس، الثلاثه ومعاهم المرض الذي يرجى شفاؤه اللي احنا اخذناه في الدرس الماضي، دولا بيقضى عنه، دولا عليهم القضاء. يعني ايه عليهم القضاء؟ يعني ان هم بيقضوا الايام اللي فطروها في رمضان بعد ما ينتهي رمضان. عند المسافر يباح له الفطر حتى لو قوي عليه، ولو صام صح ايه؟ صح صومه. السفر بيرجع الى ايه؟ الى العرف اللي موجود، ما اعد سفرا فهو سفر، يباح له الفطر طالت المسافة أو قصرت، المهم إن ده أعد سفر. لو استطاع الإنسان إن هو يصوم في السفر وقدر على ذلك فالصوم إيه؟ فالصوم أولى. الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على ولديها عليها إن هي تعمل إيه؟ بتفطر، ودي رخصة من ربنا سبحانه وتعالى له، وعليهما الإيه؟ وعليهما القضاء عند الاستطاعة. إحنا كده النهاردة خلصنا من يباح لهم الفطر في رمضان، وإن شاء الله في الدرس القادم هنتكلم عن باب جديد من أبواب الصيام. أسأل الله الكريم الحليم أن يفقهنا في الدين كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم يا أهل القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.